لو الحكاية فيها إن فيديو يعني أنا محلل في اللجنة بتاعت الفيفا، يعني أنا في اللجنة بتاعت التحليل أنا فيها، إن أنا امبارح طلعت واتكلمت في التحليل. إحنا بنتكلم دلوقتي في تطوير الأداء، هو تطوير أداء الكأس العالم اللي فات في البرازيل كان في تطوير أداء بشكل كبير جدا في الناحية الهجومية، هي السرعات بقى العمق الهجومي المهاجم اللي بنقول عليه. إحنا دلوقتي بنتكلم نلعب اثنين مهاجمين ولا بمهاجم واحد، الكلام ده انتهى في علم الكورة، بقى في محطة اسمها راس مثلث للعيبة اللي جاية، الأسيست اللي جايين من تحت، اللعيبة اللي هي اللي بتلعب في نص الملعب. واحنا لو شفنا امبارح اتفرجنا على مباراه انبي والاتحاد، احنا شفنا الاربع اهداف اللي جايين من نص الملعب، لعيبه نص الملعب. ولو اتفرجنا على كاس العالم هنلاقي 82% من نسبه الاهداف لعيبه نص الملعب. اذا الكره هنا بتتطور، ما بقتش تعتمد بشكل كبير على المهاجمين، بتعتمد على بشكل كبير على اللعيبه اللي جايه من نص الملعب، بجانب ان كل 90% من الاهداف اللي جت، او 88.8 من الاهداف اللي جت في كاس العالم كلها من جوه ال 18. اذا المنهج بتاع الكوره التصويب على المرمى، مش عارف باستثناء كوره دينو اللي بتاعت امبارح، لكن الكوره اتغيرت، بقى عامل السرعه هو اللي بيطور الاداء. طول ما في الذهن موجود والسرعه موجوده والمعدلات اللياقه البدنيه موجوده، فالاداء بيبقى بشكل كويس. ان شاء الله المرحله الجايه مع الاخوه المدربين نقعد نتكلم معاهم ونتكلم في المحاضرات. احنا معانا طبعا مجموعه من المحاضرين بتوعنا التمرين موجودين، وهنحاول ان شاء الله في الفتره اللي جايه نتكلم في التطوير بشكل اوسع. لكن احنا هنا استفدنا بشكل كبير جدا، نتكلم ان المناخ والحراره، ما تروحش تلعب في مباريات انت مش هتلعب في نفس المناخ والحراره بتاعتهم، يعني او بيعلمونا، يعني مش احنا بنلعب في افريقيا فهنروح نلعب في اسيا، لا لازم نلعب في افريقيا. انا مش موجود، المرحله اللي جايه ان شاء الله في 95 وال2000 ان شاء الله هنعمل منتخبات كويسه ان شاء الله. امتى انا ودي حقيقه. لما نبدا احنا في مدربين معانا قاعدين، مش مدربين، مدير فنيين للمنتخبات، او مش ناسف، مش المنتخبات، للاتحادات، بقى لهم 10 سنين و12 سنه. انت ما بتيجي تطوري الكوره، مش هتطوري الكوره في يوم ولا في شهر، الكوره بتاخد وقت التطوير، انت بتعملي اجيال. فاحنا علينا من دلوقتي ان احنا نبني اجيال جديده، لكن الاجيال اللي ما عندهاش الدوافع الفنيه والنفسيه والمعنويه لازم تشوف طريق تاني، ان هي كبروا، وهنشوف نعتمد بشكل كبير على الاولاد الصغيرين اللي طالعين. هيكون لك رسمه مع 97 بتاع معتمد جمال، ان شاء الله هنقعد مع معتمد جمال وهنعمل معاه البرامج وهنشتغل معاه بالبرامج اللي هتبقى البرامج العالميه اللي موجوده دلوقتي على مستوى العالم، وليست البرامج اللي بتتعمل من المدربين اللي هي المحليه. اللي دلوقتي الكوره التجارب لازم على مستوى عالمي، على مستوى دولي، لازم يلعبوا مباريات كتير، لازم يبقى عندنا دوري عام للناشئين بشكل قوي، وان شاء الله المراحل السنيه الجايه ان شاء الله هنلاقي منتخب كويس.